البر والصلة. هذا الباب ذا باب عظيم، باب عظيم. أتصل الأحاديث دوّر معظم الأحاديث في الدرس بس إن شاء الله. أنا في كاسي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه ويني فغان أسيس وسع ربي ذي الرزقيس، هذه وسع ذي الرزقينس أسي بارك ربي ذي تريكايس ذي الرزقيس، وأن ينسأ في أثره، بمعنى أسفك ربي البركة ذي الخدناس ذي الأثريس أدي يجلي الزنبرانت يلهان خطرا المثياب، ويجد لي زومبرانت يلهان، ويجد لي زومبرانت ندير مثل تفدان يمدان من زوال أسند في الله سيعفو ربي. لكن يقرا الشاعر: يمضي الرجال ويبقى النهج والأثر. أنروح ياك أش هادي يبري في الأثر، الأثر يلهان. ويجد لي زومبرانت من الشر مثل تفدان يا ربي لكن فلاني وين يبغان اسيفك ربي البركه ذي لاثريس وين الهام يناد فليصل رحمه، يعني ادي خدم صله الرحم. اذا مني سوثني تزمارا رفافا سر يما سر جدي سر خالي سر عمي سر ولتما سر يما سوري تزمار الخيوط الى قاتني السيوط ما شافني كوبي. صلة الرحم رقم الحديث 5985. يفيد هذا الحديث جملة أمور: الأمر الأول صلة الأرحام، وجوب صلة الأرحام، الأمر والسين الفايدة إنس إنك سعة الرزق، البركة في الأثر، البركة في العمر في رواية أخرى الحديث، البركة في العمر ماشي المعنى يس ماشي بس ربي اللي عاش 70 سنة أسير له 5 سنين، لا، جمهرة العلماء ناد الأجل محدود، الأجل محدود، الموت يوث سبا ماشي يوث. بين الآية في سورة الأعراف الآية 34: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. آية أيضا: ولكل أجل كتاب. من ديروغ الأجل يموث بابيس لا يموت، ولكن يحمل هذا الحديث على البركة في العمر. بارك العمر اتصفضي من الوقت يسمح لها ود الكاكا يعني وني بغانا في الكتاب رائع، كتاب عبد الفتاح ابو غدا يسميس صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، يسعى كتاب لي يسميس قيمه الزمن عند العلماء افذلاغة الامام ابن تيميه والامام الطبري، الامام الطبري المفسر، والامام ابن كثير، والامام النووي، والامام الامدي، يعني العلماء القران انا كيمشي سنفك ربي البركه ديال العمر. اشو شفنا اشو ورانا اشو تجان تريكا ثم قران داير وجه تجان غسل العمر نصي حيت بن بادي سيك في سبغدا مغار سيغي عاش 51 سنه ديك عاش ابن بادي رحمه الله عاش 51 سنه فقط على جانب 51 سنه مازال نصي وكثير يعني العلماء الى والصالحين، الصالحين عارفين بالله ماشي كما دين العلماء معناتها غير كادي غرام ايويا صغر الدنيا عاش في المحنه ورباني المجيلان عاونوا الفجال فنان الجوامع فنان في معمرين الى اخره اتفقى مغار الساعه السنه 33 زيد في يوت اسمع عمر امشي كنت معمر نزيد ماشي هكا باش نزر لي جون قلنا في معمرين شو شو بنات ها مغار اتسعوا السنه 33 زيد اتفكي في الطلبه اي الطلبه انا عامين اتفضى مغار يبغي شويه النعمه في مزينه كثير ذن هذه فكي الطلفه هذه فكي مغفان هذه فكي الحق ربي خلاص الحق ربي لقات يفكي وكذا كي مخصوص في الصلاه ويوم القيامه الحسنه اش معناتها الخير في الميزان الحسنات والسيئات لا كان صافي زعما تخدم ولا فلاح يسعى النيه يخدم الصلاح ما ساعدو سلام الايه ديال الشيخ لصلاه المغرب في اواخر سوره سوره الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، الخضبة صلحا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكذلك العلماء يحمل هذا الحديث يحملوه على الذكر الحسن.
يقول لك الذكر الحسن عمره الثاني يدفذ الغشي سوينها سلخ. طيب نبدا الحديث والحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قاطع. متفق عليه في البخاري ومسلم. هذا طيب فيه وعيد معنى ولي الزمن اذا منيس اكذ العمويس اثني غونزو هذه فقع في اللسان ويتسمس لي انسان وثنت غفار والو كاين قنز. انا عندي النفان انا عندي هذا عمي ما يغل هذا ضريس جامي الا ما ضغط الى يوم القيامه الى يوم الدين سير بزمني ونشبه رجلا. هذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل رجلا قاطع قاطع الرحم بقاطع الرحم. اتصل الحديث اثر كان جماعه الخير طبعا بقي ابن حجر يبدك بعض الايات يستشهد بها في هذا المجال ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض ربطوا مع الفساد اولئك هم الخاسرون سوره البقره الايه 27. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم قطع الارحام اولئك الذين لعنهم الله. يعني سبحان الله حاجه كبيره ماشي تمش تروح تجمع في الخيره وقال لك زمن الخيوط اكذي مولانا اكذي زوران اكذي ذمنا ونس مسلايا رفي قال يساويني مولاي سخان بغار دار لا جزاء دار الرحمة عسيني يا بابا أفافا كاوي غريل بمكانة صفتي زيوينيك إمغار نمشيني بيان أخي يوي سخان بغار أمي السمان دور الرحمة وما وجدت دور الرحمة إلا لغياب الرحمة لو كانت لا رحمة بولاون ونحو جاي خامن من رحمة يجينا خامن كما إلى آخر تلك سورة محمد في الآيتين 22 و23. ولكن ما هي الرحيم؟ تجي إما الرحيم بالمفهوم الموسع يوكي زورانيش يوكي ذنبيش أما عن طريق الميراث أندى يكون توارث نغ أندى يمنع الزواج. ولكن المفهوم الموسع كل الأقاربين ولو لم يكونوا من الورثة ماشي كانوا كذلك ورثا نغو كذلك ورثا وكذلك الأرحام ولكن الأقاربين كامل. وطبعا كل هذا في إطار قوله تعالى يكلف الله نفسا إلا وسعها.